مساء الخير ونستهل نشرة بالعناوين. تجمع تابع للجبهة الجنوبية في سوريا يعلن أن واشنطن وضعت شروطا لاستئناف الدعم، بينها وقف قتال الجيش. مصادر فلسطينية تكشف للميادين أن متشددين موجودين في مخيم عين الحلوي أبدوا استعدادهم للمغادرة إلى إدلب. تظاهرات مناهضة للاستفتاء الدستوري في نواكشوط، وسلطات تواصل حملة حشد التأييد. سراج يبحث سبل حل الأزمة الليبية في الجزائر. أعلن تجمع ألوية العمر التابع لفصائل الجبهة الجنوبية عن شروط وضعتها واشنطن لاستئناف الدعم لفصائل الجبهة الجنوبية في سوريا. رئيس المكتب السياسي لألوية العمر وائل معزر قال إن الولايات المتحدة طالبت بإيقاف القتال ضد الجيش السوري والموافقة على قتال داعش وإرسال قوات إلى الرقة، إلى جانب تسليم الصواريخ والراجمات لاستئناف الدعم للجبهة الجنوبية. وفي سوريا أيضا أفادت مراسلة الميادين بأن الجيش السوري ومقاتلي العشائر سيطروا على تل ووادي التراب ووادي الخريج في عمق البادية بين دير الزور والرقة، كما دخل الجيش قرية غانم علي بريف الرقة الشرقي خلال تقدمه باتجاه الحدود الإدارية لدير الزور. وكان الجيش وحلفائه قد سيطروا بالنار على بئر غاز السخنة في ريف حمص الشرقي وعلى التلال والمرتفعات الحاكمة لمدينة السخنة. إلى ذلك يواصل الجيش مدعوما بالطيران السوري والروسي قصف مواقع داعش في دير الزور وسط معارك وصفت بالعنيفة. يبدو أن معركة دير الزور بدأت ولن تتوقف قبل فك الحصار عن المدينة، معركة اتبع فيها الجيش السوري أسلوب المباغتة من خلال تلغيم الأنفاق وتفجيرها بمن فيها من مسلحي التنظيم، وهو أسلوب يعتمد على المراقبة والدقة في تنفيذ الهدف نظرا لالتصاق خطوط التماس على نحو قريب جدا بين الطرفين. الميادين واكبت تفجير الجيش السوري نفقا لمسلحي التنظيم بطول 33 مترا بمن فيه، ما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة في صفوف داعش وسط حالة من التخبط الكبير يعيشها مسلح هذا التنظيم، تأتي في ظل اقتراب الجيش السوري وحلفائه لمسافة تقل عن 75 كيلومترا لفك الحصار المستمر على المدينة منذ أكثر من عامين ونصف. يتبع الجيش السوري تكتيكات دفاعية في الرد على ضربات داعش ودفاعا عن مواقعه في دير الزور. المدينة تشهد على نحو شبه يومي اشتباكات ومناوشات تتفاوت حدتها وانخفضت مؤخرا نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدها التنظيم في هجماته السابقة على صعيد الأشخاص والعتاد والسلاح والآليات. الجيش السوري يواصل إلحاق أكبر ضرر ممكن في صفوف التنظيم عبر الاستهداف المستمر من قبل سلاحه الجوي وسلاح الجو الروسي لمناطق انتشار مسلحي التنظيم في الريف والمدينة. استهداف أدى إلى استنزاف قدرات التنظيم الهجومية ومنعه من تركيز أو تجهيز مسلحيه لشن أي هجمات إضافية على مواقع الجيش في المدينة والمطار العسكري والأطراف الغربية والجنوبية. قال المدير العام للأمن العام اللبناني لواء عباس إبراهيم إن المفاوضات بشأن انسحاب المسلحين من جرود عرسال تسير وفق ما هو مرسوم. وفي تصريح للميادين نت أضاف أن كثرة عدد الراغبين بمغادرة مخيمات النازحين في عرسال يبطئ تنفيذ الخطة الموضوعة، وأشار إلى أن الأمور إيجابية وكل الأمور أنجزت ولكن من دون تحديد ساعة الصفر.
في غضون ذلك، عرضت المقاومة جانبا من الأسلحة التي استخدمتها في معركة تحرير الجرود. مراسلنا علي مرتضى تحدث مع أحد ضباط المقاومة الذي شرح أهمية هذه الأسلحة. ولعله لأول مرة أيضا تكشف المقاومة اللبنانية وربما لأهمية هذه المعركة التي خيضت في جرود عرسال بعد تحريرها، تكشف المقاومة عن بعضا من الأسلحة التي استخدمتها في هذه المعركة. سوف يكون معي في هذه الرسالة قائد في سلاح ضد الدروع في حزب الله في المقاومة اللبنانية، وسيشرح لنا قليلا بالصوت طبعا لخصوصيات أمنية، يشرح لنا فقط بالصوت ميزات هذه الأسلحة التي تظهر أمامنا. سوف نبدأ من السلاح الأول ربما الذي يظهر بالكاميرا. لو تخبرنا ما هو هذا السلاح وما هي مميزاته وكيف استخدمته في هذه المعركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سلاح ضد الدروع يستخدم ضد التحصينات وضد الأفراد وضد الآليات. في المشهد الأول نرى أمامنا سلاح 75 ملليمتر، استفدنا منه بشكل أساسي في حربنا ضد التكفير ضد الأفراد وضد التحصينات، خاصة في هذه المرحلة بالسلسلة الشرقية في جرود عرسان. تم استخدام سلاح 106 ملليمتر محمولا لثقل وزنه، حيث يبلغ وزنه 210 كيلوغرامات. استفدنا منه استفادة خاصة جدا ذات طابع تكتيكي خاص، استفادت منه المقاومة الإسلامية ضمن تجربتها السابقة ضد العدو الإسرائيلي وضد العدو التكفيري، حيث كان له دور بارز في تدمير الدشم والتحصينات مقابلنا في ضد العدو التكفيري. نعم، سوف نكمل أيضا لنظهر ربما السلاح الأشهر حضرة القائد، السلاح الأشهر في منظومة الصاروخية للمقاومة هو سلاح الكورنات. هل استخدمتم الكثير من سلاح الكورنات، خاصة أن المشاهد بات يعني يأتلف بهذا السلاح؟ هل استخدمتم هذا السلاح بشكل مكثف في هذه المعركة؟ سلاح الكورنت هو سلاح فعال جدا وله مميزات خاصة جدا، تم استخدامه بشكل دقيق وبشكل قليل، وذلك لأسباب خاصة بتكتيكاتنا، وتم ضرب الأهداف ذات الحساسية العالية جدا، حيث تم استخدام هذا السلاح ضد هذه الأهداف الحساسية العالية. هذا سلاح الـB9 تم استخدامه بشكل كثيف جدا، وكان له دور بارز وفعال في قتل الأفراد، حيث واكب الأفراد المشاة في تقدمهم في الجغرافيا الصعبة، واعتمدنا بشكل أساسي أن يكون هذا السلاح محمولا. هذا سلاح الميتس، يبدو أنه شبيه بالكورنت، هو نفس نظام الكورنت، ولكن استخدامه يتم عبر الأفراد المشاة بشكل خاص، وله ميزة خاصة جدا، دقة إصابة، خفيف الوزن، يمكن استخدامه في كافة الظروف الميدانية. هذا سلاح الماليوتكا، تم استخدامه ضد العدو الإسرائيلي بشكل كثيف جدا، خاصة قبل عام 2000، وبعد عام 2000 تم استخدامه ضد العدو التكفيري بشكل بارز، حيث قام بتدمير عدة أهداف تحصينات أو آليات، واستفدنا منه بشكل أساسي خاصة في منطقة السلسلة الشرقية. أعلنت عمليات المقاومة دحر جبهة النصرة من كامل جرود الفليطة في الجبال المجاورة لعرسال اللبنانية، كما أكدت حصر مسلحي النصرة في مساحة تقدر بنحو 5 كيلومترات مربعة شرق عرسال، وأعلنت إقفال غرف العمليات القتالية ما عدا واحدة، وأشارت إلى تفجير أكثر من سيارة مفخخة واكتشاف مخارط لتصنيع العبوات الناسفة والصواريخ وتفخيخ السيارات. عمليات المقاومة أوضحت أن وجود المدنيين في مخيم وادي حميد ومنطقة الملاهي أنتج محدودية في تغيير المناورات القتالية. أكدت مصادر فلسطينية للميادين أن عناصر متشددة موجودة في مخيم عين الحلوي أبدت استعدادها لمغادرة المخيم إلى إدلب إذا وافقت الدولة اللبنانية على هذا الأمر. وبحسب المصادر فإن العناصر طلبت من جهات فلسطينية التوسط لدى الدولة اللبنانية من أجل شمولها في صفقة التبادل بين حزب الله والنصرة، وذكرت أن أكثر من 100 شخص سجلوا أسماءهم ضمن لائحة أرسلت إلى الدولة اللبنانية، بينهم شادي المولوي وأسامة الشهابي وهيثم الشعبي وبعض مناصري أحمد الأسير.
وأكدت المصادر عدم ممانعة النصرة بشمولها مناصري الأسير ضمن الصفقة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة صيدا في جنوب لبنان مراسل ميادين جمال الغرابي. جمال مرحبا. إذا ماذا عن تفاصيل هذا الخبر؟ أخبرنا أكثر عن العناصر، ربما إن كان هناك معلومات عن عددها أو الجهة التي طلبت التوسط لديها لدى الجهة اللبنانية. نعم أحمد، بعض العناصر المتطرفة والمحسوبة على جبهة النصرة في مخيم عين الحلوي، وأيضا بعض العناصر المنتمية إلى جند الشام، وبعض العناصر المحسوبين على جماعة أحمد الأسير طرحوا جهوزيتهم للانتقال إلى إدلب السورية، وتم التواصل يعني مع هؤلاء الأشخاص مع قيادة النصرة في جرود أرسال، والجبهة أي جبهة النصرة أبلغتهم أنها مستعدة لتشملهم بالصفقة، وطالبتهم الجبهة أي الجبهة طلبتهم يعني طلبت العناصر بالضغط على الجهات اللبنانية لإتمام هذا الأمر، ولكن كل شيء حتى هذه اللحظات ليس رسميا. وفي هذا الاتصال وفي هذا الإطار فإن عناصر وجهات إسلامية اتصلت بشخصيات فلسطينية يعني تنتمي إلى حركة فتح وحماس، وأيضا مع يعني تم التواصل مع جهات دبلوماسية فلسطينية طلبتهم بالتوسط مع الدولة اللبنانية وتحديدا مع مخابرات الجيش. مخابرات الجيش أبلغتهم بأنها ستدرس الأمر وستنقل هذا الشيء يعني هذا الملف وهذه اللائحة التي أرسلت إليهم بحوالي يعني 120 عنصر، ستدرس هذه الأسماء وسترد عليهم خلال 48 ساعة. هذا الكلام يعني بحسب المصدر الفلسطيني. حتى هذه اللحظات نحن بانتظار يعني أن تشمل هذه أو بالأحرى أن يعلن موقف رسمي حول ما إذا كانت هذه الصفقة ستشمل هؤلاء الأشخاص المطلوبين داخل مخيم عين الحلوي، وخصوصا يعني أن من بين الأسماء شادي المولوي أحد الأشخاص المطلوبين بقضايا إرهابية، وفي السابق أعلنت الدولة اللبنانية بأن شادي المولوي هو مطلوب للدولة اللبنانية ولا يمكن يعني التفاوض بهذا الأمر. ايضا هناك بعض الاسماء التي ارتبطت يعني باعمال ارهابيه استهدفت قوات الطوارئ الدوليه اليونيفيل وتفجيرات في الساحه اللبنانيه، ولكن حتى هذه اللحظات ليس هناك صوره واضحه اذا ما كانت الدوله اللبنانيه ستقبل بان يهاجروا هؤلاء المخيم، وما هي الشروط التي ستضعها الدوله اللبنانيه على هؤلاء الاشخاص إذا ما تم التوافق على إخراجهم من مخيم عين الحلوي إلى إدلب السورية. أحمد. مراسلنا جمال الغرابي شكرا لك، كنت معنا من صيدا في جنوب لبنان. نشرة مستمرة وفيها أيضا جدل في تونس بشأن قانون القضاء على العنف ضد المرأة. أهلا بكم من جديد. قال ائتلاف المعارضة الموريتانية المناهضة للتعديلات الدستورية أن الاستفتاء الدستوري الذي تعد له السلطات سقط سياسيا، وفيما يواصل الحزب الحاكم حملته لحشد التأييد للاستفتاء نظمت المعارضة عدة تظاهرات في نواكشوط. أبي زيدان. حملة انتخابية موازية، ثلاث مسيرات متزامنة في ثلاث مقاطعات من العاصمة نواكشوط نظمتها المعارضة المقاطعة للاستفتاء على الدستور لتأكيد رفضها المسبق لنتائج الاستفتاء الذي اعتبرته غير دستوري. قمع قادة المعارضة في مسيرة سابقة ورفض الترخيص لها في بعض مسيرات اليوم لم يمنع قادة المعارضة من توجيه رسالة تحد للحكومة. الشعب الموريتاني يرفض هذا الاستفتاء اللادستوري ويرفض النظام الذي جاء به نظرا لفساده وطغيانه وتضييعه للسمعة والمصالح العامة.
سنتظاهر ونسير. رضيت السلطات أم لم ترضى؟ لأن القانون معنا، نحترم الإجراءات، نحترم القانون، نتشبث بالديمقراطية، والنظام هو الذي يخرق القواعد ويخرق القانون ويخرق الديمقراطية ويجيش الإدارة والأمن والمصالح العامة من أجل فرض استفتاء منكر على الشعب الموريتاني. في المقابل تواصل تنسيقية الحملة الانتخابية على مستوى الحزب الحاكم حملتها الانتخابية وسط أجواء تفاؤل بمشاركة واسعة في الاستفتاء، فيما يجوب رئيس الجمهورية مختلف عواصم الولايات لحشد التأييد لإصلاحات يعتقد المراقبون أنها اختبار لمستوى شعبيته قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة. المهرجانات التي عقد فخامة رئيس الجمهورية في كل عواصم الولايات شهدت يعني تعاطي منقطع النظير من قبل السكان ومن قبل الساسة ومن قبل الفاعلين المحليين، وبالتالي نحن نعتقد بأن هذا الاختبار إذا كان هناك اختبار نحن نجحنا في هذا الاختبار. أحزاب المعارضة المشاركة في العملية الانتخابية بدت وكأنها خارج الصورة، فباستثناء الأحزاب المعروفة بأحزاب المعارضة المحاورة والتي تؤيد التصويت للتعديلات، ظهر حزب اللقاء الديمقراطي وحيدا يدعو للتصويت بلا، ما يؤكد سهولة تمرير التعديلات رغم مقاطعة المعارضة بحسب مراقبين. أيام قليلة وتفصح صناديق الاقتراع عن قرارها النهائي، قرار ترى المعارضة أنه حدد سلفا على مقاس رغبة النظام، وأن التعديلات سقطت دستوريا حينما أسقطها مجلس الشيوخ قبل أشهر. أبي زيد المقشوط، الميادي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من نواكشوط الصحفي محفوظ ولد السالك. سيد محفوظ، مساء الخير وأهلا بك. إذا قبل أسبوع من تنظيم هذا الاستفتاء الدستوري، الحزب الحاكم واصل حملته لحشد التأييد للاستفتاء بالتوازي مع رفض المعارضة وتجدد التظاهرات الرافضة لهذه التعديلات الدستورية. برأيك هذا المشهد إلى ماذا يؤشر قبل أيام من هذا الاستفتاء في التعديلات الدستورية؟ مساء النور. ما يجري هو معطى طبيعي من معطيات الصد والجيد والجدل السياسي بين الطرفين الموالي والمعارض في موريتانيا. المعارضة المناوئة لهذه التعديلات الدستورية وهي بالأساس التي لم تشارك في الحوار السياسي الذي نظم شهري سبتمبر أكتوبر الماضيين وأبرز التعديلات الدستورية التي تجري الحملة الآن بسببها، هذه المعارضة تعتبر أن التعديلات الدستورية غير شرعية وأنها لا تشكل أولوية للشعب الموريتاني، وبالتالي فهي ترفضها جملة وتفصيلا، ومن أجل ذلك تخرج للشوارع معبرة عن رفضها لذلك وتدعو جماهيرها إلى عدم التصويت وعدم المشاركة. بالمقابل الأغلبية الداعمة لهذه التعديلات والمعارضة المشاركة أيضا في الحوار هي الأخرى تعبي لصالح هذه التعديلات وتعتبر أن صناديق الاقتراع هي الفيصل في ذلك. إذن الاستفتاء الدستوري في النهاية سيصوت عليه، قد يحظى بأغلبية المشاركين في التصويت. ما ستشهده البلاد بعد الاستفتاء الدستوري هو شبيه بما تشهده الآن قبل الاستفتاء الدستوري. نعم، لكن سيد محفوظ، برأيك هل الأجواء على الساحة الموريتانية الحالية تسمح بإقامة هذا الاستفتاء؟ وما هي توقعاتك فيما يتعلق بالنتيجة أو استطلاعات الرأي إلى ماذا تشير في موريتانيا؟ الأجواء كأي أجواء أخرى موريتانية انتخابية، في الانتخابات السابقة كان هناك مشاركون، كان هناك مقاطعون، المعارضة تعبي لصالح عدم المشاركة فيها، الأغلبية تعبي لصالح المشاركة، لأنه هو معطون طبيعي في موريتانيا في الأيام الأخيرة. بخصوص الاستفتاء الدستوري، المعارضة تقول أنها تعول على جماهيرها في عدم المشاركة، والأطراف المشاركة تعول عليها أيضا في المشاركة، كما أن المعارضة تعتبر أن النتيجة معروفة سلفا سواء شاركت هي أو قاطعت، تعتبر أن هناك نسبة سيتم في النهاية منحها لهذا الاستفتاء، وبالتالي فهي لا تعول كثيرا على الجانب المتعلق بالشفافية، عكس المشاركين في الاستفتاء يعتبرون أن ما سيحصل هو معطى ديمقراطي طبيعي ويعبر عن الحجم الحقيقي للقوى المشاركة، وأيضا أن المقاطعة سبب مقاطعتها وأنها ليست لديها جماهير للمشاركة. إذن هو
سد وجذب وجدل بين أطراف كثيرة ما حصل الجدل بينها بشأن الانتخابات. طيب سيد محفوظ، سؤال أخير لو سمحت وباختصار نظرا لضيق الوقت، الأزمة السياسية التي نتجت عن القرار بتجاوز رفض مجلس الشيوخ لمشروع تعديل الدستور برأيك ستستمر بعد انتهاء من هذا الاستفتاء، أم أن المعارضة ربما ستقبل بالنتيجة، أم ستلجأ إلى يعني أساليب أخرى لمواجهة هذا الاستفتاء أو النتيجة؟ ما تقوله لجنة الأزمة، ما يعرف هنا بلجنة الأزمة داخل مجلس الشيوخ، وهي لجنة ترفض التعديل الدستوري وتعتبر أنه غير شرعي. هذه اللجنة تقول إنها لم تعترف بنتائج الاستفتاء الدستوري المرتقب وتعتبره غير شرعي وغير قانوني، وأنها ستواصل في تمسكها بما تعتبره الشرعية، أي أنها تعتبر أن مجلس الشيوخ سيبقى كما هو وأنها متمسكة بشرعية بقائه، سواء صوتت الأغلبية المشاركة لصالح إلغاء المجلس أو صوتت ضده. هي تعتبر أن المجلس ألغي أو سيلغى بطريقة غير شرعية وغير قانونية، وهي ترفض ذلك وتتمسك بقائه، وترى أن يعني التصويت لا عبرة به في ذلك. شكرا جزيلا لك الصحفي محفوظ ولد السالك، كنت معنا من نواكشوط. يواصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج محادثاته في الجزائر. السراج قال عقب وصوله إن الزيارة فرصة لإبراز دعم الجزائر الدائم لليبيا وفقا للقرارات الأممية، وعلى أساس الحوار الليبي بين جميع الأطراف بما يضمن تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا. في الجزائر الشقيقة في إطار لقاءات تشاورية مستمرة وتنسيق مع القيادة الجزائرية وأخي عبد المجيد في شأن ليبيا والأوضاع في ليبيا والتطورات الأخيرة، والعمل إلى استقرار وأمن ليبيا واستقرار وأمن الجزائر اللي هم امتداد لبعض. يتواصل الجدل في الشارع التونسي بشأن قانون القضاء على العنف ضد المرأة ومدى جدواه وأولويته في هذه المرحلة، وكان مجلس النواب الشعب التونسي قد وافق بالإجماع على القانون. قانون جديد حظي بإجماع منقطع النظير داخل مجلس نواب الشعب التونسي. قانون القضاء على العنف ضد المرأة يقدم آليات جديدة لتتبع مرتكبي العنف، ويلغي القانون السابق الذي يخول المغتصب الزواج من الضحية ويشدد العقوبات على المتحرشين في الأماكن العامة، إجراءات لم تحل دون وجود أصوات رافضة. هذا المشروع شوفوا أنا منبت على واقع المجتمع التونسي ومسقط عليه إسقاط، وأصبحنا للأسف الشديد منذ عقود تحت هذه العقلية الدولية التي كرست عقلية الصدام بين الرجل والمرأة. يأتي بآليات تنفيذ جديدة، بآليات زجرية ما يمكنش التلاعب بها. ستبعث هياكل مختصة بالقانون هذا في غضون 6 أشهر، بيمكنها هي فقط النظر في المشاكل المتعلقة بالمرأة والانتهاكات فيما يخص المرأة. القضايا في المستوى هذا باش تكون جزائية. الإجماع السياسي رافقه انقسام في الشارع التونسي. الرافضون للقانون يرون أنه تنفيذ حرفي لقوانين فرضها الاتحاد الأوروبي، وكان من الأجدر مناقشة قوانين أكثر أهمية، وبنظر آخرين هو قانون سيحد من ظاهرة العنف ضد المرأة بمختلف أنواعه. كان عملوا معناها برامج باش يوجهوا الناس ويوجهوا العائلات ويقبلوا الناس على الصلاة وعلى التدين وعلى الإيقاف عند حدود الله، كان يكون لهم أجدر وأقل مشاكل وأقل في المحاكم وأقل مصاريف في السجون. ما شاء الله يكملوا هكايا ويلزم الوقفة هذيك، يلزم خاطر ولا برشا عنف قاعد يتعاود هكا، إن شاء الله يتنحى، إن شاء الله تولي عادة وتوفى علينا وبرا. الحكومة التونسية التي عملت على تمرير القانون تقول إنه خطوة جديدة لتعزيز الترسانة القانونية التي تحمي المرأة، رغم أن الحقوقيين يعدون أن التمييز على أساس النوع الاجتماعي لا يزال قائما في تونس رغم كل هذه التشريعات. يقول مؤيدو القانون من السياسيين والحقوقيين إنه سيحمي حقوق المرأة ويحميها من العنف المسلط عليها، بينما يرى منتقدوه أنه يدخل في باب الترف القانوني، وأن تونس تعيش أزمات اقتصادية
أكثر خطورة. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. تجمع تابع للجبهة الجنوبية في سوريا يعلن أن واشنطن وضعت شروطا لاستئناف الدعم، بينها وقف قتال الجيش. مصادر فلسطينية تكشف للميادين أن متشددين موجودين في مخيم عين الحلوي أبدوا استعدادهم للمغادرة إلى إدلب. تظاهرات مناهضة للاستفتاء الدستوري في نواكشوط، والسلطات تواصل حملة حشد التأييد. السراج يبحث سبل حل الأزمة الليبية في الجزائر. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.